أعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة في الولايات المتحدة قائمة ترشيحات جائزة الأوسكار لدورتها 93، والتي يتم الإعلان عن جوائزها نهاية الشهر المقبل. وحسب هذه القائمة، ترشح الفيلم الرجل الذي باع ظهره للمخرجة التونسية كوثر بن هنية ضمن مسابقة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية مع 4 أفلام أخرى. خلونا نتحرر بقى. ترشح الفيلم التونسي الرجل الذي باع ظهره للمخرجة كوثر بن هنية رسميا لجوائز الأوسكار عن قسم أحسن فيلم عالمي، ويشارك في بطولة هذا الفيلم الممثل السوري يحيى مهيني والممثلة الفرنسية ديا ليان والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي. وقد تألق فيلم الرجل الذي باع ظهره خلال مشاركته في مهرجانات سينمائية عديدة العام الماضي، حيث فاز بطله يحيى مهيني بجائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية السينمائي. كما فاز الفيلم بجائزة أبي جو كينغ للإدماج، وهي جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، فاز الفيلم بجائزة أحسن سيناريو في مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي بالسويد، كما تم عرضه في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وفاز خلاله بجائزة أفضل فيلم عربي. ويتناول الفيلم قصة مهاجر سوري غادر بلده هربا من الحرب إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا، حيث تعيش الفتاة التي يحبها. وفي سبيل ذلك يقبل أن يرسم له أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشما على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية، لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد بسبب القرار الذي اتخذه. معنا من باريس عبر خدمة سكايب كوثر بن هنية مخرجة فيلم الرجل الذي باع ظهره. مساء الخير سيدة كوثر، أهلا بك. في البداية، كيف استقبلت هذا الترشيح وما الذي يمثله لك كمخرجة؟ هو يعني مفاجأة كانت بالنسبة لي، ما كنت منتظرتها، ومعناها مفاجأة تاريخية بإمكاني نقول، لأنه أول مرة تونس توصل للتسمية القائمة النهائية للأوسكار، فترشيح تاريخي بأتم معنى الكلمة. نعم، ترشيح تاريخي لهذا الفيلم، لكن أيضا تونس لثاني مرة ترشح فيلم خاص أو من إخراج السيدة كوثر بن هنية لجوائز الأوسكار. شخصيا، ما الذي يعنيه لك هذا؟ والله أنا نحاول نعمل أفلام تكون على قدر عالي من الجودة، لأني بالنسبة لي السينما حاجة مش سهلة، ولازم الواحد يعمل مجهود وباش يعمل أفلام جيدة. فبالفعل يعني هذه الثاني مرة تونس ترشح فيلم لي الأوسكار. الفيلم السابق كان على كف عفريت، اللي هو ما وصلش للتسمية، للقائمة المختصرة للتسمية النهائية. والعام هذا رجعنا برجل اللي باع ظهره، وتمكننا إن نوصله لل القائمة القصيرة جدا بتاع 5 أفلام. هو في البداية كانوا 93 فيلم موجودين، كل فيلم يمثل دولة، فإن نص 5 أفلام يعني هذية تقريبا كما الألعاب الأولمبية للسينما، الألعاب الأولمبية في العالم. فإن نص القائمة هذه بتاع 93 فيلم، كل فيلم يمثل دولة، للقائمة الأخيرة بتاع 5 أفلام المرشحين أوسكار، هذا شرف كبير وفخر كبير، وخاصةً إنه الفيلم الإفريقي الوحيد، الفيلم العربي الوحيد، فأنا سعيدة جداً بالشرف هذا. نعم، ما الذي يحكيه الفيلم؟ ما هو موضوعه؟ فيلم الرجل الذي باع ظهره، يعني القصة هي يحكي على لاجئ سوري، لاجئ في بيروت، لكي يعيش ويأكل يزور المتاحف الفنية، ليأكل من فتات المعارض الفنية. ففي فني قابل فنان معاصر غربي
بلجيكي أمريكي يقترح عليه اقتراح غريب من نوعه، لأن اللاجئ السوري هذا يحب يسافر أوروبا، فيقترح عليه أنه يصير عمل فني يقوم له بوشم في ظهره، أو الوشم هذا يحوله لعمل فني مرغوب فيه في أوروبا، فتفتح أمامه أبواب يتحصل على الفيزا ويسافر. لكن في المقايضة هذه يخسر كرامته لأنه يتحول شيء لعمل فني. فهذا تقريبا موضوع الفيلم اللي هو إنتاج تونسي فرنسي بلجيكي ألماني، فيها أكثر من ست دول في الإنتاج المشترك، لأنه كان فيلم يعني بمقاييسنا احنا في تونس فيلم مكلف، لكن بالمقاييس الأوروبية ولا الأمريكية فيلم الميزانية بتاعه مش كبيرة. فهذا يعني تقريبا موضوع الفيلم والصناعة بتاعه. قلت أنه مشروع أو تعاون في عديد من الدول، لكن في الغالب أعمالك السينمائية مستوحاة من قصص واقعية، في بعض الأحيان روايات محلية. نتساءل هنا، من أين أتت فكرة فيلم هذا الفيلم الرجل الذي باع ظهره؟ هي الفكرة مستوحاة من عمل فني مش من قصة حقيقية. عمل فني كنت شفته في اللوفر اللي هو متحف نعرفوه من الكل في باريس، ثم فنان بلجيكي قام بوشم ظهر رجل وعرضه في متحف اللوفر. فبالنسبة لما زرت المتحف كان يعني حالة غريبة نوعا ما اني نشوف رجل معروض في وسط متحف. فالبداية كانت هناك يعني الصورة هذه اللي هي صورة غير نمط غير متعودين بها، متاع رجل يعرض ظهره في متحف فني. البداية من هناك، وبعد ألفت عليها قصة خيالية لينتج السوري يضطر أنه يقوم بالمقايضة هذه كي يسافر لأوروبا. جميل جميل. لكن دعنا نسأل هذا السؤال، ربما الإحساس المخرج غالبا ما يكون ربما قريبا من التوقعات حيال نتائج أعماله الفنية. ما هو شعور سيدة كوثر بن هنية حيال حضوظ هذا الفيلم في نيل جائزة ما؟ والله ما نعرفش إذا كان المخرج عنده أحاسيس مختلفة، لأن كلنا بشر كلنا عنا أحاسيس. حسب شخصيته حسب خلفيته، لكن يعني أكيد معناه أنا وصلت لمرحلة ما كنتش متخيلتها. بالنسبة لي في حد ذاته هذا إنجاز كبير، وأنا معناه حسب الفخر أني هديت لتونس أول ترشح لها في القائمة القصيرة لأحسن فيلم أجنبي يمثل تونس. فأنا سعيدة جدا بالهدية هذه اللي هديتها لتونس، اللي في تونس اليوم محتاجين الخبر جيد خرجنا بالضبط. شكرا جزيلا لك كوثر بن هنية، المخرجة التونسية لفيلم الرجل الذي باع ظهره المرشح لجوائز الأوسكار، كنت معنا من باريس. شكرا جزيلا لك.